كالعادة ألسنة الدخان تتصدر المشهد في أوكرانيا كما في روسيا، رسائل نارية متبادلة بين طرفي الصراع. البداية مع أوكرانيا التي أعلنت عن إسقاط 28 مسيرة تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، وبحسب السلطات الأوكرانية الهجوم استهدف المناطق الجنوبية في أوديسا وخرسون وميكولايف والمنطقة الشرقية في دونيتسك. الهجوم تسبب في سقوط ضحايا وإلحاق الضرر ببعض المباني. الانفجارات لم تغب عن روسيا أيضا، قبل أيام قليلة تم تسجيل إصابات ببعض المناطق الشرقية تقول السلطات الروسية، كما أكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الهجوم. ووسط هذه الأجواء وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة تعزيز القدرات العسكرية للجيش بعد أن حولت روسيا اقتصادها نحو المجهود الحربي.